السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي استخدم التمبليت. التمبليت يعني ايه؟ يعني بدل ما ابدا الصفحة الاقي فاضي خالص، قايل نيو واختار اوكي، فتجيلي فاضي خالص وابدا انا احط صور وكلام. لا، انا هختار صفحة تكون ليها شكل معين تسهل عليها الشغل، بحيث ان انا ما ابداش من الصفر. بقول له نيو فروم تمبليت، هنا كل التمبليت انا اقول له بروشور مثلا، اخترت الشكل دوت اوكي. بيقول لي الفونت دوت مش موجود اللي معمول منه التمبليت، اختار فونت تاني، فبقول له اوكي. طلعت عندي بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا وتغير الشكل خالص، غير الكلام، تحط صورة بقى زي ما انت عايز، تغير الشعار. فانت بدل ما انت هتبدأ تحط الحاجات دي تاخد منك وقت، لا هتلاقيها جاهزة. هتقول له نيو فروم تمبليت، تقدر تختار اي بروشور من دول وتقدر تعدل زي ما انت عايز. ممكن تقول له نيو فروم تمبليت وتقول له انا عايز بيزنس كارد، تختار مثلا بيزنس كارد بالشكل دوت، تقول له اوكي، هيبدأ معاك بالشكل دوت. فتقدر تدخل هنا تغير الاسم، تقدر تغير صورة لو انت حابب تعمل لها ديليت وتحط صورة جديدة. ممكن تقول له فروم تمبليت الكارد اهوت، تقدر بعد كده زي ما انت عايز. ممكن تقول له يو فرونت تمبليت انا عايز الجريد، فبيبدا يجيب لك حاجه كده زي الرسم البياني، تقدر تحط وتوزع الشغل بتاعك عليه. ممكن تقول له بي دي اف برزنتيشن، يجيب لك حاجه بالشكل دوت، تقدر تعدل وتكتب زي ما انت عايز.